دار الطالبة بتسلطانت بعمالة مراكش بنية اجتماعية تطلع بدور كبير في دعم جهود محاربة الهدر المدرسي في صفوف الفتيات، وخاصة المنحدرات من أوساط معوزة، عبر توفيرها لهن المأوى والطعام وكذا مواكبتهن تربويا وصحيا. كتقدم لنا خدمات كثيره، منهم المأوى اللي كان المأوى والحمايه اللي كيحميونا بزاف د الحوايج، والاطعام والمواكبه الدراسيه والاجتماعيه والصحيه، وكيحفزونا على الدراسه. المؤسسة الاجتماعية المحدثة سنة 2008 في إطار المرحلة الأولى للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعكس المساهمة القيمة للمبادرة في مجال محاربة آفة الهدر المدرسي وحرصها المتواصل على تمكين الفتيات، وخاصة بالعالم القروي، من حقهن في التعليم والتحصيل الدراسي في ظروف جيدة. هذه المؤسسة يعني تم إنشاؤها في إطار شراكة بين جمعية تسلطانت وبين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامج محاربة الهشاشة وإنقاذ الفتيات من الهدر المدرسي، وتشجيعهن على مواصلة دراستهن سواء بالسلك الإعدادي ولا السلك الثانوي التأهيلي. المساهمة في محاربة الهدر المدرسي في صفوف الفتيات وتشجيعهن على مواصلة دراستهن سواء بالسلك الإعدادي أو الثانوي التأهيلي أهداف من بين أخرى تسهر هذه المؤسسة على تحقيقها.